عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير يا ربي، إن شاء الله السعادة وإن شاء الله كل أيامكم وكل لحظاتكم هي أعياد ومسرات، يا ربي يعود عليكم بالصحة والخير والبركة. أكيد إحنا نتمنى دائما تكون حياتنا كلها أعياد ومناسبات، نعرف كيف ممكن نشوف اللمة دائما تكون موجودة بالأعياد وأيضا الفرحة تكون بالأعياد. إذن إحنا دائما نتمنى لكم يا رب أيام سعيدة ولحظات حلوة، وأكيد العيد ما يكمل إلا بوجود الحبايب والأهل والأصدقاء، وأيضا أهم نقطة إنه أي شخص مزعلي لازم نصالحه، وأي شخص هو مزعلنا لازم يصالحنا. هذه بالأعياد لازم تكون موجودة تحديدا بين الأخوة وبين الأصدقاء والأهل. دائما نسمع إحنا نشوف نسمع ونشوف إنه التليفونات الرفع بالأعياد لازم يكون أكو صلح، لأن هذه الأعياد هي لي الصلح، هي لي المحبة ولي اللمة وللأهل والأصدقاء، ما تكون بها أي زعل ولا يكون بها أي حزن. يا ربي يبعد عنكم كل الأحزان والأشياء السيئة ويبارك بكل أيامكم ويجعلها كلها أعياد ومسرات وسعادة. اليوم عندنا أكيد محاور كلش حلوة راح نرافقكم بها على مدار أول يوم من العيد، راح ننتقل أيضا إلى فقرات وراح أيضا ناخذ أيضا معايدات، لكن قبل كل هذه التفاصيل أكو نقطة نريد نتحدث بها اليوم راح تكون مع ضيف أيضا، راح نتكلم عن الأغاني، أغاني المناسبة والأعياد واستمراريتها كيف ممكن تكون دائما مستمرة بالأجيال من خلال المستمع ولا من خلال المطرب، استمرارية أغاني الأعراس والأعياد والمناسبات يوم راح نتحدث عنها وراح تكون هي محور حلقتنا. قبل لا ننتقل إلى كل هذه التفاصيل، اليوم عندنا يعني عادات وتقاليد وطقوس معتقدات ايضا تكون موجوده ايضا بالاعياد من خلال الاهل، لما تكون لازم هاي اول يوم حتى يعني المرتبطين المتزوجين لازم اول يوم يكونون مع اهلهم، يلمون العائله ويروحون للاهل حتى ينجمعون كليتهم، وايضا تصير اللمة الحلوة والطبخة، طبخة الغداء أول يوم العيد، وبنفس الوقت يمكن إحنا نشوف الصلح اللي يكون موجود، كل شخص يجيب صديقة اللي زعلان، لا أنت اليوم لازم نصالحك على صديقك، اللي تجيب أخوها تصالحه على أبوها، هاي الأمور كلها اللي تكون موجودة بالأعياد والمناسبات والطقوس وقعدة الصبح، وضروري قعدة الصبح لازم بداية الصباح كاهي وقيمر، هاي من عاداتنا، وماكو شيء اسمه نوم للظهاري بالأعياد، لازم نصبح نقعد إحنا، ماكو شيء اسمه لا استراحة، لا ماكو استراحة ظهيرة استراحة ظهيرة بس برنامجنا بالأعياد ماكو استراحة ظهيرة، الظهر لازم إحنا نقعد من الصبح قبل الظهر، الظهر لازم إحنا نكون مستعدين وجاهزين وقاعدين والأكل الدسم وهذه الأمور، أما الصباح لازم إحنا نقعد بالصباح نعايد أهالينا. أنا طبعا أكو نقطة يعني يمكن فريق العمل راح يضحك شوية، أنا كانت سيادة المخرج إذا تسمح لي أحكي بهذا الجانب، أنا كنت عندي فت فقرة ما أعرف يعني بعدين من كبرت عرفت إنه أنا على مدار الأربع أيام أو ثلاث أيام العيد أنا كل يومي أقعد الصبح عايد والدي والدتي كل يوم، لحد ما أنا وصلت مرحلة يعني من العمر يمكن 15 سنة قال لي كافي سارة أنت ليش دائما تتعايدين يومية يومية، ترى أنت كنت صغيرة وما أريد أجرحك هسه أنت كبرتي ليش كل يومية، قلت له والله أنا في بالي أنه لازم على مدار أربعة أيام أول ما أقعد من الصبح كل يومية عايدك، فهذه من الأشياء الطريفة اللي تصير ولازم إحنا ما ننسى العيدية من الأهل، ونقول إحنا كبرنا لا ما كبرنا، حتى لو نكبر إحنا نريد العيدية، ناخذ أيضا من الأخ إذا يعني أكيد الرحمة والنور لكل أهالينا اللي هم راحلين، وأيضا رب يحفظ كل أهالينا اللي باقين من أمهاتنا وآبائنا، لكن حتى الراحلين إذا راحلين أكيد أخونا أبو أختنا أي شخص كبير إحنا ناخذ من عند العيدية، ولازم نستمتع بأجواء العيد والعيدية وكيف ممكن إحنا نجمع هذا المبلغ بالعيدية، تفاصيل كلش حلوة تكون بالعيد. لكن راح ننتقل إلى فاصل غنائي وبعدها راح نرجع ونحكي بكثير أمور.
عيد الخير والبركة عليكم يا رب بكل لحظة وبكل أيامكم يا رب، أعياد ومسرات. يمكن إحنا اليوم فرحتنا اليوم بأطفالنا، حين نشوف إحنا شون بتلهفين للعيد، يشترون الملابس، يعني يختارون إنه أول يوم لازم هم يكونون مميزين بألوان حلوة وبهية. هي دائما الأعياد والأفراح تكون بهذه المناسبات أكثر شيء يفرحون بها هم الأطفال، فاليوم يا ربي دائما السعادة تحوطهم والنجاح والتفوق. إذا نحن تكلمنا قبل قليل عن حديث الظهيرة، راح نتحدث عن الأغاني والمناسبات واستمراريتها بالأجيال من خلال المستمع ولا المطرب. إذا حتى نتحدث أكثر بهذا الموضوع، اليوم ضيفي هو محبوب الأطفال ومحبوب العوائل. نادرا ما نلقى اليوم عندنا مطرب هو يتميز بهذه الأمور اللي هي اليوم محبوب العوائل، مطلوب اليوم بالمناسبات العائلية، بالأعراس، مطلوب بالمطاعم، بالمهرجانات، مهرجانات إنسانية، مهرجانات تحفيزية، نشاطات، يعني ما شاء الله عليه موجود بكل مكان. وأيضا هو معروف عنه اليوم الأطفال حافظين كل أغاني الأطفال، ماكو حفلة إذا ما يقولون راح يكون موجود ويانا هذا المطرب بهذا الحفل ولا لا. العوائل دائما تحكي بيه، العوائل تزوره اليوم بالمطعم، تسمع أنه غناء لازم يكون هو جزء من حياتهم بالمناسبات بالأفراح. إذن أكيد يمكن عرفتوا ضيفي لليوم الفنان أثير منذر، نورتني. يا أهلا بيك. كل الهلا. يا سارة عيد أضحى عليكم إن شاء الله. كل عام وانت بألف خير. عليش وعلى كادر قناة السمراء وعلى كل المشاهدين يا رب. كل الهلا، نورتنا، عيدك مبارك ويا رب ان شاء الله نشوفك دائما، نشوف مجالك وايضا نجاحك عالميا مو فقط اليوم. احنا حابين اليوم نستمتع بغنائك، لكن اريد افتتاحيه للحلقه للعيد. نعم. نسمع من عندك شيء للعيد. للعيد كيفك؟ والله كنت اتمنى يعني المفروض الفرقه وياي تكون حتى شوي يستمتعون المشاهدين الحلقات المقبله ان شاء الله يكونوا موجودين. تحياتنا اكيد للفرقه. اكيد عيد وحب هاي الليله الناس معيدين. عيد وحب هاي الليله الناس معيدين، لو انت وياي الليله العيد بعيدين. عيد وحب هاي الليله الناس معيدين، لو انت وياي الليل العيد بعيدين. شكرا لك، شكرا على صوتك. احكي لنا هسه عن الطقوس والعادات اول. نعم. ايام العيد. انت تاخذ عيديه، تنطي عيديه، احكي لنا عن تفاصيل طقوسك. يعني هاي تقاليد الاعياد يعني من كنا صغار اكيد كنا اخذنا عيديه من الاب، من الام، من العام، من الخال. يعني هاي التقاليد الحلوه. واكيد ما ننسى يمكن انت ذكرتيها الكليشه بالعيد، همتين فشي يعني لازم كل عائله موجوده هاي العاده. ليش الرجال ما يحبون الكليشه؟ لا انا احبها. انت تحبها؟ اي كليشه وشاي، يعني هذا يمكن اغلبهم يعرفون هذا الموضوع ان انا احب الكليشه والشاي. فانا احب مو بس هذا الموضوع، احب من يقعدون ويسوونها بالبيت. يقعدون الاجواء الصياني. هذا مالتها عافيه الصياني ويدقونها وتطلع لهذا. شفت انا يعني ويا امي اكو هذا القالب. سبقتني دا اسالك، مجرب القوالب؟ نعم. انه تخلي بيها بالضبط، ولازم تجيبها هيك يعني مضبوطه حتى تطلع مضبوطه. انا ما شاء الله كل شيء ما اعرف بيها، يعني جربت كم مره في تجربتك انه لازم تكون بالقوالب. بس هي حتى اليوم احنا نشوف الكليتش ما موجوده بباقي الايام، بس بالاعياد ما نشوف انه اليوم ريحتها نعرف اليوم بالضبط. هذا عيد. اي هي يعني فشي يعني خلينا نقول عاده حلوه يعني من نشوف هذا يعني الاجواء وهاي الريحه اللي تقولين عليها نحس انه اكو عيد. اكو عيد اضافه الى العيديه، العيديه اللي احنا كلنا كنا نريدها حتى نروح نلعب حتى نروح نشتري. حتى زين هسه تريدها لا تنطيها؟ لا اريد أكيد الصراحه. اكيد لا طبعا ننطيها هسه احنا. زين بالاعياد هم عندك هذا طقوس انه تقعدون لازم من الصبح والكاهي والجيمر، ماكو استراحه ظهيره، ماكو نوم بالظهر. اكيد طبعا يعني هذا الموضوع العيد عندنا يعني بيتنا بعائلتنا انه العيد فتره الصبح اللي يقعد متاخر مثل ما قلتي بعد ينتهي العيد. ينتهي العيد لازم يقعد من الصبح 6 ل 7 يعايد اهله. لازم يعايد امه وابوه واخوانه
حتى النوم يجي لازم وراها أكلة دسمة بالغداء بالضبط، ولازم بالبداية أول يوم معروف أول يوم هو للخطار، لازم بالضبط يجون الأهل بالضبط الخوات حقيقة أنا أشيل هم بالعيد، لأن يعني لازم تقعد من الصبح، لازم تعايد أهلك وأصغائك وعندك بالليل حفلة وأني ما نايم مثلا. أثير تغني لأهلك داخل البيت بالأعياد بالمناسبات يطلبون من عندك؟ لا أبدا، يعني عائلتي بعيدة عن الفن كل البعد، فأنا أروح يمهم أثير وخلاص، بس أثير متجرد من الغناء والطرب. طيب أثير يوم عندنا محور كلش مهم حابة يعني أتحدث عنه معاك، وأيضا حضرتك هو يعني تجاوبني بالتفاصيل. الغناء أو الأغاني اللي هي للمناسبات والأعراس يمكن هذا صار لونك. نعم. الأغاني الأعراس والمناسبات يعني أثير منذر. نعم. هذا لونك هو اللي صار، لكن يوم أريد نعرف بصورة عامة عن الأغاني استمراريتها. نعم. من خلال المتابع اليوم يحب يسمع الأغاني الأفراح، ولا من خلال اليوم الفنان هو يختار؟ شوف يمكن بداياتي ما كنت أتوقع روحي أنه أنا راح أدخل بهذا المجال أنه فرح، يعني حقيقة ليش؟ لأن كنت أنا جاي وياي أغاني صعبة، قارئة الفنجان، مدرسة الحب وغيرها من الأغاني، فما كنت اتوقع انه انا راح ادخل بهذا المجال الاغاني السريعه والفرح بس الحمد لله يعني انه قدمت هذا الشيء وحبوني الناس. قلت يمكن يعني جمهورك اللي جبرك، هل قد ما شفت اكو جمهور لهذا اللون؟ لا الحمد لله، هو شوفي يعني اكو الطريقه اللي قدمت بها الرقي، يعني مثلا ادخل حفله العراس بالسلو يعني عازف كمان وياي، العرسان يحبون هذه الاجواء. بعدين نجروا على الاغاني اللي يعني اللي مطبوع بذاكرة العراقيين، يعني أجي أنتقي هاي الأغاني مثلاً إنه شون أفرحهم، فلذلك حبوا هاي الأجواء اللي قدمتها. ونجاح الأغنية مثل ما يعني أنت تفضلتي بهذا السؤال، صدقيني صار شيء مين حزر، يعني ما تعرفين شنو موضوع حظ أو موضوع إنه هو من الله سبحانه وتعالى. إضافة للأغاني يعني إنه أنت تقدم أغنية سريعة لازم تعرف الشارع، تعرف الناس شو تحب شو تريد، يعني لقاء الكلمة، فلذلك هذا مهم بنجاح الأغنية. أي. طيب أثير، لا زالت الناس والعوائل اليوم حتى الشباب يقولون إنه لونك لون كاظم الساهر؟ سابقا كان هذا نعم. الحديث قديم. كنت قبل يمكن أول ما بديت يعني كنت أفرح إنه يقولوا لي قيصر الصغير، يقولوا لي قيصر بغداد، صح هذه الألقاب لقبت عليك. نعم، بس اليوم مثل ما كاظم يعني صار، قمت أتمنى أني يكون لي اسم ويجي اللي يمشي على خطاي، يعني اليوم بديت أريد يكون أني لي اسمي، من أروح أني يذكرون أثير منذر، بديت أنه أريد يعني تنبني يعني دخلت بهذا المجال قاعدتك الفن الخاصة بالضبط، أنه قاعدتي الجمهور الناس اللي تحبني تميزني عن غيري. احنا كنا يمكن بالمراهقه بداياتنا كنت افرح مثل يقولوا عبد الحليم وكاظم، كنت افرح بهذا الموضوع، بس حاليا لا لازم اكون اثير منذر يعني بعد. طيب هو اليوم انت حققت هذا الشيء، يعني نعم. احنا اليوم كمشاهدين كمتابعين لك احنا نشوف اليوم حققت هذا المكان وهذه القاعدة، لكن حققتها مو فقط للشباب، أغلب المطربين اليوم يمكن نسمعهم هم جمهورهم الشباب. نعم. اليوم أثير منذر جمهوره عائلة. نعم، هو هذا الشيء اللي يسعدني حقيقة، يعني أنا ما أنسى مثلا مواقف من أم وأب وأولادهم، يعني كلهم يعني يجون يصوروني يدعوا لي، الأم من تدعي لي، يعني أتذكر شغلة يعني ما أنساها، مرة دا أغني أنا بمكان وصاحتني امرأة كبيرة بالسن قالت لي أنا التقيت بكاظم من كان صغير بداياته وقالت لي راح يجي يوم وراح تصير، أنا كنت بعدني هاي بالبداية زين، فهي امرأة كبيرة أنا رحيت يمها دنقت يجي عليها وهذا، فقالت لي أنت نفس الشيء دا أشوف وراك فالشيء أنت، أنا كنت بعدني كل شيء كنت أغني أغنية الكاظم وين أكون لما كنت بهاي بهالجوابات العالية، فقالت لي أحس أنه أنت عندك فالشيء فراح يجي يوم وراح تصير، فأنا من طلعت من هذا المكان طاير من الفرح، لأن يعني بدأ الحلم يتحقق إنه قلت لي راح تصير وكذا. إضافة قلت لك بالحفلات إنه الحب الأطفال، حب العائلة، الأم البنت، يعني دائما أنا أسألهم إيش قالت الأم عني، مثلا أسأل الجمهور إنه إيش قالت أمكم عني،
تقول كلش حبتك ودي تدعي لك بالخير. الاب يعني من عائله تقول احنا رايحين الحفله تاثير يقولوا ما يروحوا، هو هذا المهم انه انا صرت ما يخافون انه مكان حفل حتى لو يعني يمكن نعرف اكو احنا ما نطلع من هذه الحقيقه انه اكو بعد عوائل محافظه مو اي حفل تقبل اليوم نسائها او بناتها يروحون لهذا الحفل. فبالتالي يوم هاي ايضا انه اكو امان من خلال انه اليوم انت بالطبقه الراقيه اللي تغني. يعني مع كل احترامنا لكل الفنانين وبمختلف الطريقه بالغناء، لكن يوم انت بالطبقه الراقيه من خلال انه ماكو فد رقص بالقعدة. يمكن رقص صار من الأطفال ونسمع ونشوف الأطفال كيف حافظوا الأغاني بالضبط في أماكنهم. يعني مرات العوائل في أماكنهم، يعني شوفي مثلا الحفلات النسائية، أنا أول من قدم حفلة نسائية يعني قدم بيها فنان أنا، يعني هاي الفكرة احنا يعني سويناها وقدمناها. حدثني عنها أكثر. الحفلة النسائية إنه كانت قبل الحفلات النسائية تجي بيها لازم فنانة، يعني حفلة خاصة. أنا جازفت بهذا الموضوع انه يكون يعني حقيقه يعني يمكن اغلب الجمهور هو جمهور نسائي. فجازفت بهذا الموضوع. سويت مشكله هذا الموضوع جمهورك نساء؟ لا بالعكس، يعني مشكله من الشباب شويه، شباب يطوجون من عندي. بس راح تشوفون تعليقات يجوز يحكون عليه. يعني ممكن تكون غيره؟ والله ما اعرف، يعني هي يعني شوف انا مثلا مره حفله من الحفلات، يعني احنا حتى نحكي حتى شويه نلطف الاجواء. فقاعده مثلا بنيه هي وحبيبها وزوجها وخطيبها ما اعرف زين، فانا دا اغني فالبنيه دا تقول فدوى لقلبك او فدوى صوتك، هذا ما عجب الحكي طلع وزعل وعافه لو اخذت زعل. شنو رده فعلك بهذه المواقف اللي تصير؟ والله اتمنى يعني هاي اتمنى هذا الموضوع مال يعني الولد دائما يكتبوا لي يقولوا لي ليش الشباب يكرهوك مثلا. لا يعني انا اتمنى ان هم يعرفون انه انا مجرد فنان دا عايشهم الحاله، يعني انا دا عايشهم الفرح، عايشهم الحب، جزء عايشهم الحزن، جزء انت جارحها، انت يعني حبيبها، انت جارحها، وانا دا اذكرها بيك. يعني اغني لها، يعني اغني لك اغنيه، اغني لها اغنيه هي راح تتذكر مثلا زوجها حبيبها من يعني خلال من خلال يعني مع الحاله. طيب نعم. احنا اليوم طمعين بصوتك ونريد نسمع اكثر، ما اكتفينا بالافتتاحيه، اريد نسمع فالطبقه انت تحبها، فالاغنيه انت تحبها. وشوفوا احنا هنا المكان يعني مو مال اغنيه، انا هسه ليش قطعت عيد وحب؟ عيد وحب بها جواب يعني فقطعتها لان ما اقدر اختار الاغنيه اللي تناسبك. نغني لكم منوره منوره، يعني هاي اللي قدمت. يلا هاي من الاغاني الجميله لك. نوره على الدنيا كلها انت منوره، منورة عالدنيا كلها انت منورة، شكلك يجنن والله انت احلى مرة، شكلك يجنن والله انت احلى مرة، زيدي زيدي بدلالك فدوى فدوى لجمالك، يا يابش حي الشقرة البيضة السمرة، هل بنيش محلاها عين تخبل، هل بنيش محلاها عين تخبل، سبحان الله سواها تقتل كتيل، يما عن نظرات بيهن والله احلى حكايات، والروحي تج حلوة بد ما تنمل. الله عليك الله على صوتك. الله يسلمك. هذه الأغنية من كلماتك؟ حلو. فشوف انا هسه من قلت حتى ما حد يزعل، يا يابش حي الشقرة البيضة السمراء، اي اليوم ما حد يزعل من حازت لي اللون معين. هذا ايضا بالكتابة اليوم هذه نعتبرها دبلوماسية طبعا، يعني اليوم يزعلون يعني مثلا انا عندي موال كتب، يعني هو اخذته من الشاعر الرائع رائد ابو فتيان، لايق الاسود عليك لايق الكل شبيك، اعتقد الرائد هو انا شفته، فأنا رجعت كملت عليه وغنيته قدمته، فكل ما أغني لايق الأسود عليك لايق الكل شبيك أحس الباقيات يضوجن، فشو أسوي أقوم أعدد لايق الأحمر عليك لايق الأزرق لايق الأبيض. إي مو قلت لك أكو دبلوماسية تكون من الفنان حتى لا يزعل أحد. نرجع على هاي الأغنية، نجاح هذه الأغنية مفاجئك ولا كنت متوقع نجاحها؟ لأن اخترقت اليوم السوشيال ميديا حقيقة. منورة يعني حلو حبوها الناس، ليش؟ لأن تغزلت ببنية يعني، واكثر اغنيه يمكن نجحت عندي عروستنا واخذناها، يعني صارت يمكن سمعتوها عروستنا واخذناها والحلو زوجي ولا مره،
حبوها الناس كلش هاي الأغنية اللي صارت بالعراس موجودة. صارت بعد منورة بالعراس. منورة منورة لين دخلنا بهذا اللقاء الغربي يعني لقاءات فحلوة يعني كانت الحمد لله. تحدثت عن هذه الأغنية اليوم، رسالتك كانت أو غايتك بأنه تخلي أغنية للأعراس، شنو كانت الفكرة؟ من شفت روحي أنه أنا مطلوب بالأعراس حقيقة يعني كثير من الحفلات الأعراس جينا قلت لازم أجيب أغنية وأقدمها للجمهور، فعدت أغنية عبود خطبوها لمرة هاي الأغنية اللي يعني مطبوعة بذاكرة العراقيين غير حمرة حمرة بالضبط أنه هاي كل شيء يحبوها، هي أغنية شارع وخفيفة وحلوة يعني فأنا حورتها قلت الحلو زوجولة مرة من غير حمرة محمرة نجحت الأغنية وضفت عليها أغنية أيضا غناها القيصر كاظم للفاو أنا سويتها للعرس مال عروستنا وخذناها بعش لها العواذل حلو. طيب اليوم نعرف أنه هذا الغناء هو يحتاج لأيضا مبالغ كبيرة ممكن بتسجيل الأغنية الأوديو أو ممكن فيديو كليب، اليوم أنت ما عندك أي التزام مع أي شركة أو أي عقد هذا حسب ما معروف عنك، كيف اليوم تقدر أنت تنجح بهذا اللاين لكن بدون دعم من خلال شركات أو قنوات أو من خلال جهات معنية بهذا الموضوع؟ ممكن إحنا قبل الآن يمكن إحنا سوينا لقاء وحكينا بهذا الموضوع إذا تذكرين، الشركات تحتكر تحتكر الفنان. طيب. شلون تحتكره؟ تحتكره توديه تنزله ليل واني موضوع الليل أبد ما أتقرب له احتراما لذاتي واحتراما لعائلتي يعني الأهل اللي ربوني على هذا الشيء يعني مو ضد اللي يروحون الليل بس أنا مو هذه حدود مو بيئتي هذا اللي فلذلك لازم تعتمد على روحك. الحمد لله نجحت انه أنا بالحفلات وصار عندي الامكانيه انه أنا انتج روحي، فاليوم اغلب الفنانين هم ينتجون يعني اللي طالعين من الشركات. اتمنى يعني اتمنى مثلا ادخل شركه رودانا تنتج لي، اتمنى ادخل لهاي الشركات العربيه يعني هاي امنيه ان شاء الله. انت يمكن اللي المرحله اللي هسه وصلت لها محليه ما تحتاج شركات محليه، تحتاج شركات عربيه. بالضبط يعني احنا نريد أنا شركات عربيه، اريد رودانا، اريد يعني حقيقه احنا مثلا روتانا اقدر اوصل لها لكن طلبوا مبالغ عاليه حتى يعرضون الاعمال، يعني اقدر اعرض اعمالي عليها لكن تطلع عن خبر اوج القناه احسن. يعني طلبوا مبالغ عاليه للقناه مالتهم حتى يعني يطلعون الاعمال مالتي مثلا الاغنيه او الاعمال. انا قلت خوبه خليها هاي على القناه واروج بها افضل. طيب حتى نرجع لأجواء العيد، إذا نتكلم بالأيام الأعياد كيف أنت تقدر تقسم وقتك ما بين حياتك الخاصة إذا العائلية أو إذا كانت الأصدقاء أو العمل أو اليوم أنه أنت لازم تكون رفيق مع جمهورك أو ممكن حتى سفر يتأخذك من السفر بالأعياد؟ يعني قصدك بالعيد قلت لك أنه إحنا العادات والتقاليد أنت لازم الصبح تروح تعايد أهلك يعني هذا واجب حتى لو فمرات وراها انه ورا تعايدهم لازم يقولوا لك تغدى يعني هاي الاكله يعني الدسمه ايه لازم بالضبط وانت بالليل عندك حفله فبهذا اليوم اول يوم انا اقول لك شوي معاناه يعني تعب يعني راح يكون ارهاق وبعدها لا يعني راح اقدر ارتاح. اصدقائي اشوفهم مثلا بالتليفون نتلاقى بس محروم حقيقه محروم من اللمه محروم من شنو اخذ منك الغناء؟ شنو اخذت منك الحفلات والالتهاء بهذا الجانب؟ هو ياخذ من عندي يعني حقيقه الفن. ليش؟ لان قلت لك انا جيت من عائله بعيده كل البعد عن الفن لذلك كانوا شويه معارضين لهذا الموضوع فلذلك يعني البعد عنهم بعدت فتره عنهم كانوا خايفين علي انه انا خاف اروح غير مجال يعني غير مجال انه ادخل هذا اللي قلت لك عليه الليل وال يعني الارهاق لك الضياع مثل هم كانوا يعني حرص الاهل علي لكن من وصلتهم الأخبار الحلوة عني مثلاً السمعة هاي الطيبة اللي عوائل اللي تمدح الأم والأب الحمد لله يعني طيب بكل صراحة يعني العيد لأصدقائك وأهلك وحياتك ولا فقط للجمهور؟ لو تقدر تقسم توازن ما بين الحياة الخاصة والجمهور؟ لا حقيقة أنا اليوم بعد أنا خلص أنا ملك يعني أنا للجمهور أنا ما يعني مثلا مرات هو يدعوني هذا ما لفضل أصدقائي على الجمهور وهاي رسالتي بعد أنحرم من هواي أشياء لأجل هاي الرسالة اللي داقتني. لو ما كنت فنان شنو ممكن تكون؟
سألوني هذا ذاك اليوم هذا مهرجان، قالوا لي شنو؟ قلت لهم لاعب كرة قدم، من أحلامي أهم شيء أنت تريد تصير. يعني أنت في بداية حياتك كنت خالط هاي التجربة؟ إيه كنا نلعب طوبة يعني. طيب اليوم أثير مكانه هسه هو يعني هو محدد هدفه، وأيضا مكان اليوم هو ممتلئ يعني أنت مالي، لكن تفكر ممكن أيضا تقدم حفلات بال الدول العربية اليوم، ممكن تنقل صوتك ورسالتك للدول العربية؟ أكيد أكيد طبعا، يعني هذه أهماتين أشياء مخططي لها. يعني الخطط أنا ما أريد أحشي بيها، يعني نخاف إحنا اليوم عندنا مبدأ سرقة الخطط حقيقة غير مجال. يعني مثلا أنت بس تفكر بشيء بس يسمعونك يروحون يسوونه يقلدونه، يعني هاي بالوسط الفني. حتى بالك مرتاح حتى بالك يعني هسه مثلا ما اقدر انا اقول هنا انا خاف واحد يروح يشوف الخطه مالتي وراح يسويها. اي والله ليش؟ لان صارت وياي مثلا انا اغنيه فكره حقوق فكريه، اي جيت بفكره اغنيه دا انزل دا اشتغل بها، اجلتها قلت ما انزلها قبل ما انزلها كانت تنزل الفكره. أوه. لان هم يعني هم يعني بالاستوديو الظاهر واحد قال لله ف يعني بس الأغنية تكلف اليوم أيضا، إذا نتكلم عن الفيديو كليب حتى الأوديو، يمكن الأوديو واحدة هو بمبلغ هائل. طبعا طبعا إيه؟ كيف أنت اليوم تختار أنه لازم أنت تجتهد وتتعب وتقدر تحقق هذا الموضوع؟ مدى ترتبط راح تبقى مستمر أنه ما تريد ترتبط بأي شركة محلية؟ أكيد إيه، قلت لك لأن هم عندهم مثلا يقول لك أنا أنزلك بهذا المكان، أنا قد ما يعجبني هذا المكان، انت بعد ما دام وقعت وياهم راح تنجبر تروح تمشي ما يريدونه هم. طيب نعم نريد نسمع شيء، حتى الكادر دي يقولون نريد نسمع شيء منه. مو خاف هم يريدون كادر، ماني ما اريد اغني الكادر. اي شيء، احنا اليوم نريد نسمع صوت اثير. من انت وليش ابد ما اعيش بدونك، يال شغلت البال اجيت منين مليت العين يا سر قلبي صعب ينقال، هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك أن دخولك في قلبي هو أعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا؟ الله الله عليك الله. قلت لك المشكلة أنه أغاني كاظم يراد لها يعني جوابات. إلا هذه الأغنية أهديها إليش أكيد وكل الجمهور النسائي. لا أنا أريد أكو فد حب باختيار هذه الأغنية اللي غنيتها لحضرتك اليوم. أثير منذر هو يقدر بهذا المجال وبهذا الكم الهائل من الجمهور وأخذ وقت من أثير، ممكن يقدر يخوض بتجربة الحب؟ والله هو عايش الحب أنا، لكن هو إنسان ما موجود، يعني عايش حالة الحب. كيف فسر؟ ما أعرف، يعني أنا عايش من أنا وصغير، يعني كنت أتخيل حبيبتي فكنت أتخيلها شون شعرها شون شكلها، فمن رحت دخلت الكلية وشفت بنية قلت يمكن هي هاي اللي كنت أنا أتخيلها مثلا. أوف يعني أدور عليها قوم، فلذلك لحد الآن أنا أدور مثلا على البنية اللي أنا أحبها، شكلها سايلها شعرها شون تكون شون أناقتها. مدى تلقاب بظل كل هذه؟ لا أكيد إن كل البنات حلوات، بس أنا شوية مو كشكل. أنت هذه الشخصية اللي في خيالك من طفولة مثلا حقيقة ألتقي، يعني أقول إنه خلص إنه هي هاي، بس أنا شوية أنا بعدين أرجع الفكري أقول لا خليني ألتهي بفني أحسن لي. أبتعد عن هذا الموضوع. يعني ممكن تفضل العاطفة ولا العمل؟ إذا بيوم من الأيام خيروك عاطفة أم عمل؟ لا حاليا غير أنا، يعني كل حياتي للعمل، يعني حياتي للعمل الفني يعني يعني مثلا ما أريد أزعلهم حقيقة، وهذا غلط أنه أنت مثلا عندك هواي من الجمهور يقول لك دير بالك تتزوج مثلا أو دير بالك تخبط،
بتخطب العفو. فهذا الشيء يعني يزعلهم، ماني ما اريد ازعلهم حاليا بهذا الوقت، ما اريد ازعلهم شوي، خلي ابني قاعده جماهيريه بعد اكثر، لكن الوقت اكون مسيطر. طيب ايضا احنا يمكن احنا ما نريد ندخل بالخصوصيه، لكن اليوم الجمهور يطلب انه يتعرف على كثير من الواقع ومن الاشياء اللي هي ما معلنه عنهم. اليوم الانسان هاي بعيدا عن العاطفه تعرفنا عليها وعرفنا اكو في حاله خاصه بأثير منذر. اليوم الفنان كيف يستفاد من السوشيال ميديا حتى يسوق نفسه بشكل جيد؟ اليوم نعرف اكو لغط بهذا الموضوع. بالضبط. شوف اليوم أنا حقيقة يعني أنا ما راح أخفي لك هذا الموضوع، أنا جماهيريا الحمد لله، لكن سوشيال ميديا نوعا ما مو ديش الـ الـ يعني الـ ما عندك اهتمام؟ اي ما احب يعني ما احب السوشيال ميديا. ليش؟ ما اميل للاشياء المحقيقية، الاشياء الحقيقية احب انه الانسان يوقف قدامك، ما اميل لهاي الشغلات انه ضربة حظ، انه اغنية طول يعني ممكن ب 15 ثانية تنتشر بالسوشيال ميديا، تنتشر الاغنية لكن هي شنو هالاغنيه يعني؟ بس من يوقف قدام شو راح يغنيها؟ هل راح تستمتعين؟ لا. اذا النجاح الاغنيه بالسوشيال ميديا مو معناته انه الاغنيه وصلت للجمهور، الاغنيه حبوها الجمهور. يعني الفنان الحقيقي يمكن اذا تسالين الفنان الممثل التراجيدي راح يقول لك الفنان على المسرح مو على التيك توك هسه يمثلون وهذا صح وانتشروا هوايه على منصه توقف قدام الجمهور وتدي بالشخصية اللي عندك الفنية بالكاريزما تأثيرك إحساسك بيهم يعني. فالسوشيال ميديا يعني العفو أنت تحجين أنا يعني مو قوي بيها، ممكن تعرفين ليش؟ لأن إحنا نمر بفوضى حقيقة، فوضى بكل جوانب الحياة. يعني جوانب الحياة يعني إذا سياسة إذا فن إذا حالة اجتماعية، يعني هواي أمور فوضى بيها. فلذلك أنا ممكن لأن أمشي بالمثالية اللي عندي ممكن هي ما وصلتني بالسوشيال ميديا. تأخرك ولا إنما ليس ما توصلك. بالضبط. تأخرك شوي. نعرف إحنا الأشخاص الماشين باللاين الصحيح هم يتأخرون يلا يوصلون. بالضبط. ليش؟ هم مدى يخالفون حتى ينعرفون. بالضبط. مدى يمشون بالطريقة الصحيحة وباختلافهم وبمبدأهم. أثير منذر أريد ختام لصوتك، أريد أغنية جميلة أيضا تعايد بها أصدقائك وناسك. أنا قبل ما عايد أنا قدمت عمل، يمكن يعني أتمنى يعني قناة سمراء تعرضه إن شاء الله يعني. قدمت عمل حبيبتي بغداد، يعني هذا العمل اللي أعتز به حقيقة. الكلمات تقول هي أنت من أحبها، هي أنت من أعشقها، ورب الكون لي خالقها، حبيبتي فاتنتي ملهمتي، وفي حضن قلبي أسكنتها وأشتاقها. قد ماتت كل نساء الأرض ولم تحيا إلا واحدة في وجداني، اسمها منقوش على صدري وحبها يجري في الشريان. أتعرفون من تكون؟ أتعرفون من تكون تلك الروح والعيون؟ إنها بغداد، إنها بغداد منارة الزمان. فهاي القصيدة يعني أنا أعتز بها حقيقة، لأن من زمان كنت أريد أقدم فشيل بغداد كتبتها أنا. إحنا نتشرف أن تكون على شاشتنا، أكيد شاشة سامراء هي دائما تحتضن كل هذه الأشياء. بالضبط. اللي هي تكون بها إبداع وبها اختلاف. بالضبط إن شاء الله يا ربي تعرضوها هنا. أنا سمعكم فشي. زين أنت اختاري أغنية. والله أنا مرة غنيت لك هذا اللون منورة. غنيت لك هذا اللون مرة يمكن. أنا تقول منورة بس أنت عرفت ذوقي واختارت منورة. اختار أغنية، أي أغنية ممكن تعايد بها أصدقائك. أعايد بها أصدقائي. إيه على شطالعة اليوم الجميلة، شطالعة شطالعة، روح أنت يا قمر هي بمكانك طالعة، لمس الأحمر جميل وين ما مالت نميل، انت يا احلى البنات ملكه على الجميلات، كل جمال الدنيا بيها، شطالعه اليوم الجميله، شطالعه شطالعه، روح انت يا قمر هي بمكانك طالعه، لبست اللون الاحب الله وش لايق عليها، بيسبت كل الاحبه هي عمري واشتريها.
واكيد كل عام واصدقائي وكل الجمهور بخير، وان شاء الله يا رب عيد اضحى مبارك عليهم يا رب. أثير منذر، شكرا لك، شكرا لحضورك، شكرا لتواجدك، شكرا لتواجدك بالغناء العراقي اليوم. انت شيء جميل ومميز ومختلف في هذا المجال. كل ذوق، تسلمي لي. شكرا لك، نورتنا. اذا مشاهدين، بعد ما استمتعنا بهذا المحور وايضا استمتعنا مع ضيفنا، راح ننتقل الى فاصل او راح ننتقل الى تهاني العيد وبعدها راجعين. وانت بألف خير. عيد الأضحى مبارك إن شاء الله. أجمعين إن شاء الله. لما تحب تعايد بحلول عيد الأضحى المبارك؟ والله أحب أعايد طبعاً أول شيء أهلي، وأحب أعايد الشعب العراقي الكريم، وأحب أقول مبروك لمنتخبنا الوطني فوزه بكأس آسيا الغربي. يعني أشياء يعني الصراحة يعني كل الشان أداهم رائع جداً، وأحب يعني أقول كل عام وأنتم بخير للجميع، وأتمنى يعني إن شاء الله العراق يوصل للأحسن وبمكان ما العالم تطلع برا تغرب او تطلع برا تسافر او تغير جو. اريد العالم يعني جديات، اريد العالم هنا تفتر، هنا تشوف العالم، هنا شلون اوصل لك اياها الفكره. يعني احب العراق يرجع كما كان قبل. احب اعايد اهلي سوريا، انا مغترب هنا، كل عام وانتم بخير، وامي واخواني، وكل عام وانتم بخير، وعيد الاضحى مبارك علينا وعليكم. شلون اجواء سوريا بالعيد؟ يعني هيك فرح ضحك ونس، يعني تغيرت كانت قبل حرب وهاي، هسه لا اكو شويه تونس فرح زين. الحمد لله احسن شويه. الحمد لله. قبل العراق سنه ونص تقريبا. سنه ونص. شلون شفت العراق؟ الحمد لله طبعا انا قبل لا اجي العراق بقلبي، والله احبكم كلش كلش احبكم. وانت بألف خير ان شاء الله، عيد مبارك على الشعب العراقي، الله يديم الامن والامان على هذا الشعب، وان شاء الله عيد يعني يحمل كل الأفراح والسرور ويديم على هذه عوائلنا الأفراح والسرور، ونشكركم. إحنا أحب أول شيء أعايد بالمرتبة الأولى أهلي والناس اللي أعزهم والناس، وأنا الحمد لله ما عندي زعل ويا أي واحد، وإن شاء الله أقولهم كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله الصحة والسلامة، إن شاء الله يعم الأمن والأمان على العراق. بالبداية أحب أعايد فضائية قناة سامراء، وأحب أعايد أهلي وأبناء عمومتي وأبناء مدينتي سامراء والعراق، وأتمنى دائما الأمنيات اللي في كل عام أن يعم الأمن والأمان على ربوع بلادنا الحبيب العراق. هو الحقيقة يعني دائما إحنا طقوسنا المعتاد عليها أنه زيارة الأرحام في كل عيد، وبعدها نتمنى أنه نكون تحت غطاء مسمى واحد وهو العراق. حب عايد الشعب العراقي على فوزه على فوزه بكأس تحت 23، وأداء قوي ما شاء الله على شتيدهم، وألف إن شاء الله كل سنة وهم بألف خير. من جديد عيد مبارك لكل أكيد المتابعين والمشاهدين ولكل العراقيين بصورة عامة. يا رب عيد المحبة والسعادة والألفة والصلح، وماكو أي زعل يكون بين أي اثنين، بين أي شخصين، سواء أب وابنة أو بنت وبنته أو أخ أو أخت، بكل الجوانب وبكل العلاقات. نتمنى يا رب دائما أعياد ومناسبات وأفراح، وإحنا نستاهل الفرحة، العراقيين يستاهلون الفرحة، يستاهلون أنه يستمتعون بعيدهم بمحبة وصلح وفرح. إذا يمكن سمعنا الآراء، كانت دائما إحنا أمنيتنا متوحدة، توحدنا على أمنية لسنين طويلة، أكثر من 6 سنوات أو حتى إذا نقول 10 سنوات، تمنينا على مدار هذه السنوات كلنا بأمنية واحدة وصحنا بأمنية واحدة، تمنينا الأمن والأمان، والحمد لله الله حقق لنا هذه الأمنية، الأمن والأمان. اليوم إحنا نعرف
تحياتنا لكل اليوم جيشنا الباسل، لكل قواتنا الأمنية، لكل قواتنا الأمنية اللي حامينا، اللي هم موجودين بالشارع، للمرور، لكل يوم رجال، لكل سلك العسكر اليوم، ولكل رجال اللي حامين وطننا ومقدمين الأمان والسعادة والفرح. فإحنا أرجع وأقول تمنينا، اتحدنا بأمنية واحدة، وهي الأمنية للأمن والأمان، والحمد لله تحقق لنا، وبفضل الله وبفضل أكيد رجالنا وأيضا يوم قواتنا الأمنية اللي هم موجودين لحمايتنا. إذن مشاهدينا، بعد ما سمعنا هذا الاستطلاع والمعايدات، راح ننتقل إلى فقرة تحضير الكليتشة وبعدها راجعين. We'll be right back.
هذه عودة أكيد من جديد بعد ما شاهدنا طريقة الكليتشة. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام الحلقة. قبل لا أختم أحب أعايد كل ناسنا وأصدقائنا وكل مشاهدينا، وأكيد أخص بالذكر إدارة قناة سامراء وأيضا فريق العمل كادرنا. لولاكم إحنا ما نقدر نقدم أي خطوة، لولاكم إحنا ما نقدر نكون موجودين بهذا المكان. اليوم فريق كامل هو متحد على لإنجاح هذا البرنامج ولإنجاح الحلقة حتى تتقدم لكم بمعلوماتها وبفائدتها. إذن تحية طيبة لكل فريق العمل، وكل عام وانتم بألف خير، ويا رب صحة وسلامة لكل متابعينا ومشاهدينا. إلى اللقاء.